اقتصادي ما صار بالك حاطين سميزيمون اللي حاطينهم سميزيمون صافي ما عندناش نديرش لو مغرب حاطط في فاتك هاد السنت وامتع لو سنت شوفيهم كاين عبدو خيره كاين بن عيد حليمه بن يدواري وهنا داير ان كوميك واحد ميت ان كوميك ما عنديش من الرب اللي سيدي تاعك لا طلع عندك من الرب اللي سيدي ما يكون ان كوميك نجد عفر في البلدية مش راها فرمان مصلحة؟ صحابي صحابي نيميرو تاع نيميرو لاك دي سي وها خرج لك لافيش تاع هذا لافيش تاع ها طون نيميرو دات كاري 1 روندي لابوست 225 دات دي سي دات دي سي سي 5 12 57 هنا صار لو نو ان فوني كيما راه لاطوري هنا دي سي دي 5 12 في نفس الوقت هذا لافيش تاع دونك نعطيكم امبريميت لا فيش تاع حاش خويا لم يحوسوا هنايا دوش هكا على كل حال نحن مع اداره مقبره عين البيضاء سيرك تصور واه نحن الان مع مسؤولي مقبره عين البيضاء بمدينه وهران نبحث عن قبر الشهيد محسن بوبكر في يوم استشهاده يوم 5 ديسمبر 1957 والان تفضل معنا سي العربي بنشوف الله يبارك نظن وجودنا قبر ان شاء الله هو هنا قدام تفضل مين كونفيرمو بنديرو عليه انا كونفيرميكم مون عايده هذا هو هذا هو حاره مننا تلهم بس يما نزيد نكونفيرميكم اذا هو السلام هذا ميت قبل هذا ميت لو 2 11 57 5 2 57 وهذا هذا هو ابو حسن بوبكر وشاهد ثاني راجل شاهد راجل شاهد راجل سي العربي شوف صورنا شويه روح شوف واه مروان بزاي مروان على كل حال اكتول على كل حال نشكر اداره يعني مقبره عين البيضاء بولايه وهران على أنها ساعدتنا في أننا وجدنا قبر الشهيد البطل الذي استشهد في مثل هذا اليوم يوم 5 ديسمبر 1957 في مقبرة عين البيضاء وهو القبر تاعو الآن موجود إلى الآن نسأل الله سبحانه وتعالى له وللناس اللي ميتين هنا في هذه المقبرة نسأل لهم إن شاء الله أن يدخلهم الله الجنة إن شاء الله وبارك الله في الناس في الأخ الكريم اللي دار معنا ورمى الصباح معنا ربي يحفظه إن شاء الله وغادي إن شاء الله نتأكدوا من المكان 100% ونبنوا عليه إن شاء الله ونديروه رمز به يكون رمز للأجيال القادمة إن شاء الله تفضل صحيح الله شكرا غايس على كل حال اليوم رانا نحتفلوا بالذكرى 57 لاستشهاد الشهيد بوبكر بوحسون اللي كما نعرفوا قطعت له فرنسا راسه كما زبانه يعني بالمقصره بسجن وهران في 5 ديسمبر 1957
ولد الشهيد بوحسن بوكر في 21 جويلية 1924 بالحجاج بوسكي سابقا ولاية مستغنم ابن محمد وفاطمة حجيج. تقدم الشهيد في 28 جوان 1957 وعقد العزم على القتل إدمي دي جونسون رئيس بلدية بوسكي الدموي حجاج حريم، والذي حول مزرعته إلى مركز تعليم، وعرفت فترة حكمه أبشع الجرائم ضد سكان المنطقة. خطط الشهيد لعملية تسفيت مستوطن إدمي دي جونسون بوسط مدينة مستغنم، وعند تصوير مسدس له نحو الهدف تعطل سلاحه وحاول الانسحاب من المكان أين تم إلقاء القبض عليه من طرف مجموعة من الأقدام السوداء استنجد بهم المستوطن المستهدف. تمت محاكمة الشهيد وأعدم بالمقصلة في 5 ديسمبر 1957. والله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. ونقرأ صوت الفاتحة وراي الأمطار يتسقط، الأمطار يتسقط. نقرأ صوت الفاتحة ترحم على الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إذن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. الشهيد هذا هو أول من افتتحت به مقبرة العائلة البيضاء هنا في وهران، هو شهيد عمور. وكان شاب وكان شاب، يعني كان شاب فتحت به المقبرة. أول شهيد سقط في منطقة وهران هنا، واللي دفن في العين البيضاء هو، وسميت هذه المقبرة مقبرة العين البيضاء نسبة إلى الشيخ الزموشي رحمه الله. الشيخ مفتي هذا جاي من العين البيضاء تاع أم البواقي، أم البواقي، واستقر هذا الشيخ هنا. نقولوا إحنا الشغل يشرف الإسلام، نقولوا إحنا في الخروج داعية هنا. ألف كانت عنده هنا، نقول احنا كثير مقر حتى انا راه الفوق سميت عليه العين البيضاء نسبه الى العين البيضاء. عين البيضاء تاع ام البواقي، ولا الشيخ الزموشي المفتي. مفتي هذا الله يرحمه، مفتي راه مدفون هنا، مدفون في المقبره، مدفون وسميت عليه العين البيضاء. بارك الله فيكم. مدى كي نبغوا ان شاء الله ربي ان شاء الله. السلام عليكم خويا. السلام عليكم ورحمة الله. ما تقول لنا ابو حسن وابو بكر كيف كيفاش؟ ابو بكر هذا خالي وكان في لندوشين، ومين خرج بغى يخرج برا للجيش. الجيش قال له دير لنا عملية باش تخرج معنا. هو في ذاك النهار راح دار عملية، ضرب الكماندار في مسغالي بلاص دي باراي، وهو كان دا كابوس داها في ذاك الوقت. مرت خوه قالت له، قالت لهم يا ودي بلي سمعت الرصاصة من تكلمت في المطمورة في ذاك الوقت. الدواه ده مضمن تلمس خالي، هو ما يبغى يضربه كسبها مضمنها هاقربوها. سلام عليكم.